انا اليوم بسوي شوي بالمرخ، كيف ما ادري، بس عشان انا عندي الشواية هذه يعني تقدر تقلبها فرن، لما تتقفل وتنكتم تنقلب زي الفرن. فاليوم راح اسوي نفس الحركة، بس راح احط الطبق الاول المرخ واحط الدجاج وراح اكتمها عشان نكهة المرخ تطعم في الدجاج نفسه. عندي دجاج بس بفتح له فتحات زي كذا عشان التتبيلة تخش جوة الدجاج، برضو يستوي بسرعة. يا جماعة نمسح الدجاج، لأن أكيد من الغسيل يكون فيها موية، فإذا حطينا التتبيلة ما راح تمسك، الفلفل الأسود والملح ما راح يمسك. نمسح كذا بالفاين لنتأكد شفنا الدجاج من الموية. هالتتبيلة طبعا هنا ملون طعام وزيت زيتون بس، وراح اضيف فلفل اسود وملح، لا ملح فلفل اسود، ونبدا نفرك باليد. ضيف فلفل اسود، رشة ملح، جاهزين نولع الحطب، وعلى بال ما يجمر معنا تكون التتبيلة مسكت شوي.